بالنسبة لأخبار المحافظات نروح مع حضراتكم كده لجولة مع أخبار المحافظات، والبداية مع اسكندرية اللي استقبلت شواطئها 3.5 مليون زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في الغربية تم ذبح حوالي 983 أضحية بالمجازر في تاني أيام العيد. في محافظة الشرقية تم توريد أكثر من 607 آلاف طن قمح للشوان والصوامع، أما في شمال سيناء فتم توزيع حوالي 200 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية كان في إقبال كبير على الشواطئ، وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إن شواطئ الإسكندرية استقبلت 3.5 مليون مصطاف خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام. في الدقهلية شهدت مبادرة حياة كريمة في مركز شربين فتح أبواب 27 مركز شباب أمام النشء والشباب والمواطنين للمشاركة في فعاليات وبرامج وأنشطة المراكز اللي بتنفذها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك تحت شعار العيد أحلى بمراكز الشباب. في الغربية أعلنت المحافظة توفير كافة خدمات الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح 983 أضحية بالمجان خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح. في الشرقية أعلنت المحافظة عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي ل 607521 طن منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر إبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بنطاق المحافظة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة تنفيذ حملة واسعة لإزاحة الرمال المتراكمة على طريق الخارجة أسيوط، حيث تراكمت هذه الرمال بفعل الرياح الشديدة مما أدى إلى عرقلة حركة المرور، وتم استخدام معدات الوحدة المحلية لإعادة فتح الطريق وضمان سلامة المسافرين. في شمال سيناء أنهى فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي توزيع أكثر من 200 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مدينة العريش، وبيستمر توزيع كميات أخرى من اللحوم في نطاق مركز بئر العبد.